ننتقل مباشرة لأثيوبيا عند ميكاديش محمد اللي قلنا عنها أنه هي عاملة أثيوبية كانت موجودة بلبنان وعملت هذا الفيديو الشهير. الدكتورة شفته أنت شفتيه؟ لا سمعت عنه. سمعت عنه. خلينا نشوف جزء صغير من هذا الفيديو قبل ما تكون معنا ميكاديش بلقاء سريع. افتحوا عينيكم اسمعوني، كل واحد بيعرف حاله عن مين عم بكي. قدي صاركن قاعدين بالبيت من ورا كورونا زهقانين صح؟ ان شاء الله تحسوا شوي. كم واحد كان يقول، كم وحدة كان تقول ممنوع تطلع برات البيت، بنت الجاية تشتغل عنكن، ممنوع اكل. مش عم بقول كلهم تقفلوا عليه عباب مثل الحبس، ان شاء الله تحسوا كيف واحد يحس بس سنة وسنتين يقعد بالبيت ما بيطلع لبرا. إن شاء الله أعلمكم هيدا كورونا إجا يمكن مثل هيدا ناس بده يعلم. ميكاديش محمد من إثيوبيا، مساء الخير. بونجور، مساء الخير. بونجور، مساء الخير. ميكاديش، ليش عملتي هيدا الفيديو؟ عملت هيدا فيديو انه قديش البنات كانوا مظلومين بالبيت، مضروبين يعني ما بيطلعوا لبرا وحتى ما بيشوفوا الشمس. انه بس هلا بس اجى هيدا الكورونا انه كلهم بالبيت، ما حدا بيطلع لبرا. انت كنت مضروبه بالبيت؟ كانوا يضربوكي بالبيت؟ اي نعم. قد ايه ضربوكي فتره متواصله بالبيت؟ سنة بس. بعدين في بنات بيشتغلوا حد انه هنو كانوا عندهم فرصة من وراهم، يعني دلني اكي عند مدام ومن بعدين كليتني اطلع. قدي لك راجع على اثيوبيا؟ يعني قدي صار لي هون بلبنان. انت هلا وين، بلبنان ولا باثيوبيا؟ بلبنان. هلا انت وين؟ بلبنان. بلبنان، ليه قالوا لي اثيوبيا وحاطين اثيوبيا؟ لا بشوف حتى لبنان. انت هلا موجوده بلبنان؟ نعم. بالبيت اللي انت موجوده فيه يعني اصحاب البيت موجودين وكل شيء؟ لا غير. انت هلا بغير بيت؟ ايه. اوكي، انت نقلتي من هداك البيت على بيت ثاني، فرقت المعامله معك بين البيت اللي كنت فيه والبيت الجديد؟ ايه نعم. كيف بيتعاملوا معك بهيدا البيت؟ بيت قبل كان فيه شغل كتير، يعني كانوا منيحة بس معاش كمان قليل ما كانوا يزيدوا لي. والتاني بيت معاش منيحة ومعاملات كمان منيحة. المهم عم بيخلوكي تظهري ولا لا؟ ايه مبلا عم بيخلوكي تظهري. ايه. ولما عملتي الفيديو قالوا لك شيء؟ لا ما قالوا لي شيء، لانه بيعرفوا في ناس هيك كثير ما بيظلموا البنات اللي بيشتغلوا عندهم. مش بس هيك كمان، مش انه بيظلموا بالبيت ما بيدحرون يعني ما بيطعموهم. بيجوا من بلد بيكونوا هنو يعني كل صحتهم منيحه، بيعملوا فحص بيجوا من بلدهم لهون. نعم. بس يجوا لهون قد ما كثرت الشغل ما في اكل، ما بيناموا بالوقت، بيكونوا مريضين. وقت بيكونوا مريضين بيقدون على المستشفى بيزتون هونيك ما بيطلعوا فيهم، خلص بيقولوا هربت. وانت عادي عم بتصوري على تيك توك وعلى السوشيال ميديا، ما عندهم مشكل البيت اللي انت موجوده فيه هلا؟ لانه في بيوت لا. كمان بتمنع البنات اللي عندهم يستعملوا فيسبوك او يستعملوا يعني ما عندهم مشكله ابدا. لا ما عندهم مشكل، بالعكس بينبسطوا. تعملي يعني انا ما منيحة هنو معي منيحة. تعملي لهم جو. نعم ايه. طيب انا بدي اتشكرك، انا كثير اثر فيي هيدا الفيديو، بتصور انه يكون رسالة كمان الى كل شخص. بالنتيجة هودي ناس، هودي بشر مثلنا مثلهم. ممكن حدا من عائلتنا، من اولادنا، من اقاربنا يكون كمان بنفس السيتويشن ببلد تاني. هل بنقبل على حالنا يتعاملوا اولادنا
مثل ما نحن بنعمل هودي الناس. كنت عم بقول قد ايه صعبه فكره الحجر عن جد تطبقها مظبوط. إيه؟ يعني لما تقول لحدا عن جد بدك تحجر، يعني انت بارادتك وما عم تتحمليها، كيف شخص غصب عنه مش بارادته.